السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأحبتي في الله ومتابعي قناة إلكترو المصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، ولا تنسونا من دعائكم. موضوعنا اليوم على هذا الجهاز، يعني يوجد فيه مشكل، سوف نقوم بإصلاح إن شاء الله هذا الجهاز. سوف أقوم بتوصيله بالكهرباء لكي نشاهد ما هو المشكل. هذا الجهاز يبقى على ASH، يعني هذا المشكل، يعني الفلاشة لا تقلع، يعني يوجد المشكل في الفلاشة. لهذا يعني ضروري أما نزع الفلاشة ونقوم بشحنها بالبرمجة، يعني هذا، ولكن لن نستعمل هذه الطريقة. سوف نقوم بشحن الفلاشة بالحاسوب وكابل خاص بالفلاش. الكابل الخاص بالفلاش هو هذا، مثل هذا الكابل هو. سوف نقوم بربطه مع الحاسوب بهذا الكابل على هذا الشكل هكذا، ونقوم بشحن الفلاشة بالفلاش أو الدمب. هذا الجهاز جهاز يعني من أجهزة المورسات، نوع دلتا أو نوع بيتا، نوع سي، يعني يشتغل بنفس الفلاش. نحتاج الحاسوب أن يوجد فيه الكوم، مثل هذا الحاسوب هو الحاسوب. سوف أقوم بتوصيل الجهاز مع الحاسوب على هذا الشكل في الكوم، وأقوم بتوصيل الجهاز بالكهرباء. أتمنى أنكم تشاهدون يعني الطريقة. يعني سوف أختار هذا اللودر أو سوف أختار هذا اللودر أو وأقوم بالضغط على كونكت هكذا. وتم الآن تم يعني التعرف على الجهاز، هو أليسي. سوف أقوم بتمرين له هذا الفلاش هو. سوف أقوم بالضغط هنا مرتين وأختار الفلاش المناسب. هنا وضعت الفلاشات يعني خاصة بأليسي، يعني الفلاشات يعني قديمة جدا. سوف أضع الفلاش الخاص ب 2014، ثم أضغط على نيكست. والآن يعني التحديث يمر، يعني ننتظر حتى ينتهي التحديث وسوف يتم إصلاح المشكل إن شاء الله. ننتظر حتى يمر يعني التحديث وسوف يتم إصلاح المشكل إن شاء الله. هنا لو تلاحظون يعني هو التحديث يمر، عفوا على هذه الطريقة. يعني الآن يعني يتم شحن الفلاشة، يعني عندما ينتهي شحن الفلاشة سوف يتم إصلاح المشكل. يعني الطريقة سهلة جدا، نحتاج فقط إلى الحاسوب و اللودر والفلاش الخاص بالجهاز ويتم إصلاح المشكل. سوف أضع إن شاء الله تحت الفيديو يعني رابط خاص باللودر والفلاش لمن يحتاجه، لأن الفلاش أليسي ليس موجودا في موقع مورسات الرسمي. هنا
اختار ثاني اوكي. يعني الان سوف يمر فلاش هنا حتى ينتهي، هو يعني الان انتهى الفلاش. يعني بعد تمرير التحديث سوف نقوم بتشغيله، يعني باقي نفس المشكل. الآن سوف نقوم بتمرير له الدمب. سوف أستعمل العد اللوندر، لا أريد أن أحذف في الفيديو شيء لكي يستفيد الجميع. سوف أقوم باستعمال العد اللوندر هو وهذا الدمب هو. سوف أقول مرة أخرى بتوصيل الحاسوب بالجهاز الاستقبال. سابقا قمت باستعمال الفلاش ولكن لن يصلح المشكل. الآن سوف أستعمل الدمب هكذا، سوف أستعمل اللودر ثم أضغط كونكت ثم اختيار هذا الاختيار الأول ألي شينك هكذا، ما أضغط عليه مرتين وسوف أختار هذا الدمب هو ديال الجهاز يعني ستارسات 7100 سوبر هكذا، ثم أضغط نيكست هكذا. ننتظر حتى يمر. لأن قمت سابقا بتحديث يعني بالفلاش ولكن لم يتم إصلاح المشكل، ولا أريد أن أحذف من الفيديو يعني الطريقة التي قمت بها سابقا، لأن بعض المرات يعني يصلح المشكل بالفلاش، ولكن أحسن هو تمرير الدمب لكي يتم إصلاح المشكل نهائيا. ننتظر حتى ينتهي يعني تمرير الدمب، يأخذ وقت معين. للإشارة فقط يعني هذه الطريقة نقوم بها منذ 2005 2006 2007، يعني منذ خروج هذه الأجهزة ألي بي وألي سي والدي في إير دلتا، يعني عدة أجهزة نوع اس دي لم توجد يعني في السوق الآن، لأن الكل يستعمل أجهزة HD. ننتظر يعني يأخذ وقت، يعني يأخذ وقت، يعني سوف أقوم بتوقيف الفيديو قليلا حتى يمر. الآن قريب أن ينتهي 98 99. هذه المرحلة هي الأهم، يعني يقول هنا لا تقوم بإغلاق الجهاز حتى ينتهي. والآن يعني انتهى تمرير الفلاش. الآن سوف يتم إن شاء الله إصلاح المشكل. سوف نجرب الجهاز فينيش. قمت بإطفاء الجهاز. الآن سوف أقوم بتشغيل الجهاز ونجرب. بسم الله، هو الجهاز يعني إن شاء الله تم إصلاح المشكل، هو على أون. نعم تم إصلاح المشكل. سوف ننتظر قليلا حتى يشتغل الجهاز نهائيا. يعني الطريقة سهلة جدا، يعني نحتاج إلى كابل فلاش والحاسوب. هو الجهاز شغال الآن، هو شغال.
هذا كل شيء، أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، والإعجاب بالموضوع لكي نستمر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.